السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهاردة إن شاء الله في الدرس رقم 13 من How to Program Java أو How to Java Tutorials. درس ده هنتكلم فيه عن Java Objects. خش على طول كده في اللي احنا عايزين نقوله. احنا هنتكلم عن الـ Objects، تعريف الـ Objects وازاي تكريت الـ Objects وازاي تستخدم الـ Objects فين في الجافا. أول حاجة إيه هو الـ Objects؟ الـ Objects ده هو يعتبر الماستر تايب أو الماستر سيل بتاعة الـ Object Oriented Programming في أي لغة برمجة. ان انت تكريت اوبجكتس من كلاسز تستخدمها في كلاسز تانية، تمام؟ ان انت ايه شويه المرونه اللي موجوده في الاوبجكت اورينتد بروجرام اللي هي اساسها الاوبجكت. الجافا بتكريت اوبجكت ان انت لما تيجي تحتاج ان انت تنادي ميثودز او تاخد فيلدز موجوده في كلاس تاني، ممكن الاوبجكت ده يعمل شويه حاجات معينه سيرتن جوبز، زي مثلا يمبلمنت جي اي، يرن انيميشن، يسند او ريسيف انفورميشن على الانترنت، مثلا يتعامل مع اي بي اي، يعمل اي حاجه خاصه، يعني ايه يعمل فانكشن معينه او تاسك معينه ممكن الاوبجكت ده يكون عاملها. فانت ازاي بقى تكريت الاوبجكت ده؟ البلو برينت بتاع الاوبجكت هو الكلاس، يعني انت بتكريت الاوبجكتس من الكلاس. انت بتكريت كلاس، واتكلمنا طبعا عن الكلاسز بالتفصيل وقلنا انواعها واستخداماتها والكلام ده، تمام؟ انت بتكريت كلاس، بعد كده الكلاس ده هو تقدر تعمل منه اوبجكت عشان خاطر كلاس ثانيه تقدر تستخدم السيرفيسز اللي موجوده داخل الكلاس ده، سواء كانت فيلدز او سواء كانت ايه ميثودز. طيب تعريف الاوبجكت، تعريف الاوبجكت فيه ثلاث اجزاء. اول حاجه الديكلاريشن، انت بتكتب الاوبجكت تايب اللي هو بيكون اسم الكلاس، والفاريبل نيم اللي هو اسم الاوبجكت اللي انت هتتعامل بيه بعد كده اهو، والايه ثاني جزء اللي هو الانستلايزيشن اللي هو كلمه نيو. كلمه نيو دي اللي بتكون نيو او بتعمل نيو انستنس من الاوبجكت، من قصدي الكلاس ده، تمام؟ بعد كده اهوت انستلايزيشن. انستلايزيشن ده هي دي اللي بتيجي بعد كلمه نيو. بعد كلمة نيو بيكون لازم يكون الـ call to constructor. الـ constructor اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الـ class اللي انت عايز تعمل منه object. احنا اتكلمنا عن الـ constructor بالتفصيل، تمام؟ فانت عشان تعمل instance جديدة من الـ class دهو لازم تنادي على constructor، سواء كان الـ default constructor اللي انت يعني موجود اصلا في الـ class او ما تيجي تعمله create، او constructor انت مديله properties خاصة، تبعت له مثلا parameters معينة كinitialization لايه؟ للداتا داخل الـ class. طيب الكودينج ممكن نلمه كله مع بعضه، ان انت تكريت الاوبجكت وتستخدمه. بعد كده بقى ازاي تستخدم الاوبجكتس في الكود. اول ما انت بتكريت الاوبجكت، تمام، المفروض ان انت هتستخدمه بقى. تستخدمه ازاي؟ انت عندك في الاوبجكت في حاجتين، يا اما فيلدز اللي هي داتا يعني معينه، يعني قيم معينه، او ميثودز اللي هي تعتبر سيرفيسز خدمات معينه بيقدمها الايه الاوبجكت ده. في الحالتين سواء كانت ان انت عايز تكول الفيلدز او تكول الميثودز، الاثنين بيكونوا لازم تكون الاوبجكت ريفرنس اللي هو الفاريبل نيم في التعريف دوت الفيلد نيم. الفيلد نيم دهوت اللي هو متعرف فين؟ متعرف في الكلاس، ولازم يكون متعرف على انه يسمح للاوبجكت اللي اتعمل منه، يعني مثلا ما يكونش برايفت. احنا اتكلمنا طبعا بالتفصيل عن الكنترولنج ايه الاكسس للممبرز داخل الكلاس، تمام، اعتقد في الدرس اللي فات او الدرس اللي قبليه، تمام. ففي حاله ان انت عايز تنادي على الفيلدز اللي موجوده داخل الاوبجكت دهوت او داخل الكلاس دهوت، هتنادي على الاوبجكت ريفرنس دوت الفيلد نيم، تمام. ونفس النظام لو انت عايز تكول الاوبجكت ميثودز، تعمل نفس الموضوع اللي هي برضو اوبجكت ريفرنس دوت الميثود نيم، وايه بين القوسين يا اما فيها بارامتر يا اما تبعتهم فاضيين، لان كان لو كانت الميثودز بتقبل ما بتقبلش يعني اي ايه اي ارجومنتس، تمام، او لو كانت بتقبل ارجومنتس تبعتها بنفس الترتيب وبنفس الداتا تايب المطلوبه، يا اما كده هيديك ايرور. طيب نخش بقى كود على طول. ازاي تكريت الاوبجكت؟ نيجي على النت بينز نكريت نيو بروجكت، تمام، نيكست نسميه اوبجكت ديمو. اوكي ده كده المين بتاعنا، تمام. تعالوا بقى نروح على الباكج دي ونكريت نيو كلاس، ده اللي هنعمل منه ايه نيو كلاس نسميه ماي كلاس، ده اللي هنعمل منه اوبجكت. هنيجي نهوت نعرف variables او اللي هي تبقى fields، ونعرف ايه methods. اول حاجه مثلا نعرف string x بتساوي ايه this is x value of my class، تمام. طبعا نهوت انا معرفتش اي modifier، فكده معرفتش اي modifier دي، بهم تعرف على ما ايه باكج برايفت، يعني ينفع ان اي اوبجكت يعمل لها انفوكيشن، تمام. لو كان متعرف على انها برايفت ساعتها يبقى ايه مفيش اي اوبجكت ينفع يعمل لها ايه كول داخل كلاسز ثانيه، تمام. فاحنا كده عرفنا اول فاريبل. تعالوا بقى نعرف ميثودز، واحده ما فيهاش داتا او ما تاخدش قصدي بارامترز، واحده ثانيه بتاخد بارامترز.
تمام. فهنيجي بقى نعرف اللي هي مثلا public test 1 طبعا نسميها void تمام test 1 فيها بتخش اي arguments تمام وبتخلي ال x بتساوي this is x value on test 1 method تمام. طيب نعرف function تانية public مش void بقى نخليها string تمام test 2 دي بتاخد string y تمام وبتخلي x بتساوي y او return x بتساوي y تمام. يبقى كده اقعد هغير قيمة الاكس ويساويها بالواي اللي انت هتبعتها لها بعد كده ايه تبعتها لانها return الناتج النهائي من المثل. طيب دي كده يعني simple class class بسيط جدا بيعمل شوية حاجات بسيطة جدا. اول حاجة عنده variable او عنده field اسمه x. بعد كده هو عنده two methods. اول method ما بتاخدش اي parameters خالص ما بتاخدش اي argument تبعتها لها تمام لكن هي اللي بتعمله ان هي بتغير قيمة الاكس دي تمام وان هو انت بتبعت لها قيمة معينة string وهي بتساوي قيمة الايه الاكس اللي موجودة في الاوبجكت ده هو بايه بالقيمة اللي انت بعتها لها. في حاجة مهمة جدا ان الانستنس اللي موجودة من الكلاس ثابتة. يعني ايه ثابتة؟ يعني مثلا هنشوف دلوقتي ان قيمة الاكس اللي موجودة اول ما بتظهر ان هو تمام بيبقى خلاص كده اسمها قيمة يونيك واحدة بس موجودة فين؟ موجودة في الاوبجكت تمام. بعد كده لما تنادي على تيست 1 قيمة الاكس دي اتغيرت. قيمة الاكس الاولانية دي لو عملت لها كول تاني هتبقى اتغيرت تمام. هتبقى ايه اتغيرت نفس الموضوع نوت وده اللي هنشوفه بالتفصيل. نيجي نوت بقى نكرييت الاوبجكت تمام. تعال نشيل ده كده. طيب نبقى ستاتيك ستاتيك ماي كلاس نسميه ايه ديمو اوبجكت بتساوي نيو ماي كلاس وكونستراكتور الديفولت تمام. واجي بقى ان هو اشيل تو دو ده واجي ان هو تقول له ايه اقول له ديمو اوبجكت دوت اكس تمام بتساوي سترينج اي سترينج اي بتساوي ديمو اوبجكت دوت اكس تمام. اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت line تمام اقول له ايه x value of the new object تمام وابعت له زائد قيمه الاكس. طيب نكتب كومنت اللي هو call test1 method. انا بقى اجي انادي على ايه test1 method تمام. تست 1 مثلا دي هتبقى ايه بقى نفس الموضوع بالظبط. هنادي على اوبجكت او ديمو قصدي ديمو اوبجكت تمام دوت تست 1 يبقى هم دي تست 1 تمام. دي طبعا ما بتاخدش حاجه وفي نفس الوقت ما بتعملش ريتيرن الحاجه فهي وقت ايه هينفذها وخلاص. طيب بعديها بقى اقول له سيستم دوت اوت دوت تمام برنت print line اقول له ايه x value ونكتب بقى x value after test 1 invocation تمام. بعد كده بقى نادي على الميثود الثانيه اللي هي demo object dot test 2 ما ينفعش لو دوست كده اهوت بس هيقول لي ايه هيقول لي في مشكله لان المفروض ان تيست 2 دهات مستنيه ايه argument. بقول له string مثلا اي حاجة this is your value of x تمام. بعد كده هو نفس الموضوع دي المفروض ان هو تتبع ال x زائد ال x مش x بقى صح اللي هي demo dot demo object dot
اكس تمام، وهنا اهوت ديمو اوبجكت دوت الاكس، وهنا اهوت اخد ده كده كوبي تمام، واجي نقعد اقول له ايه نفس الموضوع ديمو اوبجكت افتر تيست 2 انفوكيشن اند سند واي فاليو، اقول له كنترول اس واجي اعمل ران، الاقي ان هو قال لي الثلاث قيم ايه هما the value of new the value of the new object اللي هو ايه بقى إيه؟ this is value of x ايه this is x value of my class دي ايه قيمة ال x اللي موجودة في ال my class. طيب ال value after test 1 invocation بعد ما ناديت ال test 1 method اتغيرت اللي اتنفذت بقت ايه بقت قيمة ال x اللي موجودة عندي في ال object اللي هو ال instance اللي موجود دلوقتي في ال class اللي هو object demo ده هتكون هي القيمة اللي متعرفها داخل الايه التست 1 اللي هي this is x value on test 1 method ان هوت فعلي هنا هوت ايه this is x value of test 1 method. بعد كده هوت غيرت انا ايه بعت له في التست 2 بعت له this is your value of x تمام، بعد كده قلت له x value after test 2 invocation and send y value اللي هي اسمها ايه بقى this is value this is your value of ايه of x. فكل الفكرة بقى دلوقتي ايه الحاجة الاساسية لازم تعرفها ان بعد ما بتعمل invocation قصدي بعد ما تعمل instance من object معين كل الداتا فيلدز اللي موجوده داخل الاوبجكت ده هيت اي تغييرات عليها بتغير في ايه في اي تعريف من الاوبجكت ده، يعني خلاص دلوقتي الديمو اوبجكت الديمو اوبجكت دوت اكس ده اي تغيير هيتغير في الكلاسز اي تغيير بيحصل هنا اهو في العنصر ده او قصدي الفيلد اللي اسمه اكس دوت هيغير في اي قيمه تجيبها انت من الاكس اللي موجوده فين في الاوبجكت ده تمام اللي هو instance value. طيب كده احنا خلصنا التعريف بتاع الاوبجكتس ببساطه شديده جدا، واظن كده في اساينمنت لازم نتكلم عليه بعد ما خلصنا كلاسز وبعد ما خلصنا الايه الاوبجكتس. الاساينمنت عباره عن جافا ابلكيشن سيمبل كده خالص، بيعمل ايه بيحسب المحيط والمساحه بتاعه المستطيل والدايره والمربع تمام، دول قوانينهم يعني اكيد معروفين يعني. تمام فالفكره ان انت هتكون عامل 3 كلاسات، كل كلاس فيهم بيحسب المساحه والمحيط بتاعه واحد فيهم اللي هو المربع واحد فيهم الدايره واحد فيهم المستطيل تمام، والثلاثه دولت مختلفين طبعا عن المين كلاس. المين كلاس بيعمل 3 اوبجكتس من ايه من الثلاث كلاسات دولت تمام، وبيبعت لهم على حسب بقى كل ريكويرمنتس، يعني مثلا في المربع انت مش محتاج غير مثلا المحيط والمساحه مش محتاج غير الايه غير الريديوس بس اللي هو نص القطر تمام، فايه هيطلب منك نص القطر بس فانت هتديله نص القطر في الدايره قصدي في الدايره دي نص القطر، هنا هتديله ايه طول الضلع بس، وهنا هتديله الطول والعرض عشان يحسب المساحه وايه والمحيط تمام. فانت بقى يا ريت تعمله بقى الموضوع ده اهوت سهل وبسيط قوي يعني بحيث ان انت نتدرب على الكلاسز وتشوف انت تخلي بقى تستخدم اللي هي الكنترول اكسسنج للممبرز ايه هي الحاجات اللي ينفع تبقى برايفت ايه هي الحاجات اللي لازم تبقى بابليك ايه هي الحاجات اللي ينفع تبقى ايه باكج برايفت بحيث ان انت مينيمايز خالص الكنترول والتحكم في الممبرز داخل الكلاس. اظن ده اساينمنت يعني تطبيق جميل جدا للدرسين اللي فاتوا اللي هو درس الكلاس ودرس الاوبجكت، يا ريت الناس تعمله، واي ناس في اي مشكله في الموضوع ده اهوت يا ريت تقول لي على التعليقات او حتى على اي سوشيال ميديا، ويا اسئله وتعليقات انا موجود على السوشيال ميديا، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.